بيساعدنا وصلنا ما نشوف وياك وياك كل اسبوع اسبوعين والخبيرة مقابلة لك متصلة بيك وزنك شلون صار وضعك شلونك. يتميز المركز انه خالي من جميع العلاجات، ما يتعامل مع أدوية أو مع علاجات معينة، هو يتعامل مع غذاء صحي. يعني 100,000 كيلو منزلين من المتابعة. 124 كيلو. 128 كيلو. وزني 95. واي من المرضى اللي كانوا جايين نتيجة السمنة، أمراض قلبية وكبدية وغيرها، ذولا همتين الحمد لله نجوا. الحمد لله كذا راحت من قولون من آلام مفاصل. كنت أشاخر أو تصير عندي اختناق أثناء النوم بسبب كثرة الأكل. تأكل ورا ساعتين أنت تشعر بالجوع. مشكلة تعاني من عدها، تعاني من تنمر. انتو تعرفون الإنسان السمين اللي ما يقدر يضعف نفس الشيء سعده، ما يبقى عنده ثقة بالنفس. هذا كان ينطيني إرادة. ورا أسبوعين من التخسيس لما نزلت 7 كيلوات وقام ياهل يشوفني، هاي شنو أبو شكر؟ شنو هالتغيير هذا؟ ضعفان. احنا ترى وصلنا البان مثل اللزقة، إذا ما نوصلت للإناقة، ما نوصلت للرشاقة المطلوبة، ما راح أفوت يا أخي. يعني في فترة 7 أشهر أنا نزلت 35 كيلوغرام. تقريباً 8 أشهر 9 أشهر قدرت أنزل هذا الوزن، وأشكرهم على اليوم هذا التكريم اللي بيسوون لنا إياه. يا رب يوفقهم ويعطيهم الصحة والعافية. شكراً لكم.